القوات الأوكرانية وجهت ضربة بالأسلحة الكيميائية على القوات الروسية في واحدة من أسخن الجبهات على الإطلاق في الداخل الأوكراني وفي مناطق تسيطر عليها القوات الروسية. هذا كله جاء بتفاصيل نشر على وكالة تاس الروسية اليوم، هي التي تحدثت بأن هذا الأمر كان قد جرى وحدث بالقرب من هذه المنطقة التي تسيطر عليها القوات الروسية، هذه المدينة وهي مدينة سوليدار، وهنا كما ترون المدينة التي اشتهرت كثيرا خلال العملية العسكرية الروسية، طبعا العملية العسكرية الروسية في الداخل الأوكراني، وهي مدينة باخموت. التفاصيل جاءت بأن الأوكرانيين كانوا قد وجهوا ضربات بالقذائف الكيميائية بالقرب من مدينة سوليدار، وبأن هذه الضربة الكيميائية أدت إلى عملية انتشار سحابة من الدخان كثيفة، وهذا طبعا الدخان تسبب بحروق بالجلد لكل من كان متواجدا في تلك المنطقة، وأيضا كل من استنشق هذا الدخان طبعا فقد وعيه مباشرة، وهذا ما دفع أن ترسل روسيا ووزارة الدفاع الروسية المتخصصين في قوات الدفاع الروسية في المسائل الإشعاعية الكيماوية البيولوجية من أجل فحص السم الذي استخدمته القوات الأوكرانية في عملية الاستهداف التي يتحدثون عنها الروس. وطبعا هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها بأن القوات الأوكرانية تستخدم مثل هذا النوع من الأسلحة التي تعتبر طبعا أسلحة محرمة. هذه هي المرة الرابعة خلال هذا العام، في شهر فبراير وفي شهر مارس كان الحديث واضحا من قبل الجانب الروسي أن هنالك استخداما لمثل هذه الأسلحة الكيميائية في باخموت، وكذلك في مدينة سوليدار في دانييتسك، وحتى في شهر أبريل من هذا العام كان الحديث واضحا بأن كان هنالك استخداما لهذه الأسلحة في محور زاباروجيا. ولكن حتى هذه اللحظة لا أدلة واضحة ملموسة من قبل الجانب الروسي عن أن أوكرانيا تستخدم مثل هذه الأسلحة في هذه الحرب، وأقصد هنا مقطعا مصورا، إثباتات معينة قدمت للأمم المتحدة أو غيرها، لا شيء من هذا القبيل. هي تقارير تقف عند هذا الحد وتنتهي، ولكنها مسألة خطيرة للغاية يجب أن ننتبه إليها، وما طبيعة التصعيد الذي ممكن أن يأتي بعد استخدام هذا النوع من الأسلحة. ولكن عندما تتحدث روسيا بأن هنالك استهدافا لسوليدار التي تسيطر عليها القوات الروسية من قبل الأوكرانيين، هي مسألة استراتيجية خطيرة للغاية بالنسبة طبعا لروسيا وتواجدها ليس فقط في سوليدار وإنما أيضا على مستوى باخموت في الأشهر في الأسابيع القادمة. الأمر خطير للغاية. لماذا؟ لأن عملية التقدم ومنذ بدء عملية الهجوم المضاد الأوكراني كسب الأوكرانيون هذه المناطق التي ترونها باللون الأخضر وباللون الأزرق، وهذه المناطق أوضحت، وهذه مدينة سوليدار التي تحدثنا عنها الآن وتحدث عنها الروس، هي تفتح الباب لهم للتقدم إليها طبعا والتقدم إلى كراسنغورا طبعا وبهذا الاتجاه. وأيضا يجب أن ننتبه بأن مدينة باخموت التي تسيطر عليها القوات الروسية، فإن القوات الأوكرانية بدأت بعملية إحاطة من الشمال ومن الجنوب، وعندما تلاحظ النقاط الشمالية والتقدم الذي يأتي باتجاه برخيفكا هو يفتح الباب أيضا لها للتقدم إلى هذا الطريق الذي ترونه هنا، هو طريق مهم ورئيسي يمتد إلى عمق باخموت، وهذا هو طريق المخرج أو طريق الخروج أو الدخول حتى إلى باخموت إن كنا نتحدث من الاتجاه الروسي. بكل تأكيد أن تسيطر القوات الأوكرانية على هذا الطريق يفتح لها الباب التقدم إلى سوليدار وتقوم بعملية تطويق كبيرة للغاية لباخموت طبعا. وأيضا يجب أن ننتبه بأن هنالك الكثير من الطرق للأوكرانيين لإيذاء القوات الروسية الموجودة في باخموت، فهم يتقدمون تجاه كليتشيفكا ويتقدمون بشكل مكثف في الفترة الأخيرة بحسب معهد دراسات الحرب، بحسب موقع رايبر الروسي، الأوكرانيين قريبين من السيطرة على كورديميفكا ويقومون بالعديد من الهجمات المكثفة على هذه المنطقة، وهذا يعني أنهم يريدون القيام بعملية تطويق كما تلاحظ من طبيعة التقدم إلى كليتشيفكا، والذي سيدفع في نهاية المطاف القوات الروسية شيئا فشيئا، كل تطويق لكل مدينة يعني أن القوات الروسية يجب أن تعود إلى مناطق مثل هذه أو إلى أوبتنا على سبيل المثال لتشكل خطوطا دفاعية، وبالتالي فجأة مثل هذه التحركات الأوكرانية التي اعتدنا عليها تعطي الأوكرانيين نقطة سيطرة كبيرة على هذه المنطقة. وطبعا التقدم لهذا الطريق والإحاطة وإن تقدمت القوات الأوكرانية من هذا الاتجاه هي طبعا يعني بأن القوات الروسية مضطرة تماما
أن تترك باخموت، وبالتالي كل التحركات باتجاه سوليدار والإحاطة حول باخموت هي تعني أن هذه المنطقة لن تهدأ أبدا، لا بل أن التفاصيل الجديدة التي جاءت أكدت أن القوات الأوكرانية تتقدم بشكل مكثف وخطير باتجاه باخموت، ومن وسط باخموت بدأوا يهاجمون عمق باخموت، بل حققوا تقدما في عمق باخموت. هذا جاء بتفاصيل من صفحات مرموقة مثل باخموت ديمن التي ترونها اليوم. اليوم تحدثت عبر قنوات التليجرام الخاصة بها بأن هنالك تقدما من عمق باخموت، وحتى هذه الصفحة الأخرى المهمة ألا وهي طبعا من الصفحات أيضا الأوكرانية أكدت أن هنالك تقدما في العمق، وهي ستانيسلاف تقدما في العمق إلى باخموت. وطبعا أيضا التلفزيون والصفحات أو القنوات الروسية بدأت تتحدث وتهيئ الرأي العام بأن هنالك خطرا قادما على مدينة باخموت، مثل هذا العرض الذي ترونه بالشاشة الكبيرة، يستعرضون الروس كيف أن الأوكرانيين أصبحوا خطيرين على مدينة باخموت. وإذا ما اقتربنا من الشاشة قليلا سنلاحظ أنهم يشيرون أن الأوكرانيين يتقدمون بهذا الاتجاه الشمالي وبهذا الاتجاه إلى العمق تماما من باخموت. إذن هنالك هجوم باعتراف أوكراني بحديث واعتراف طبعا روسي بأن هنالك تحركا خطيرا باتجاه هذه المدينة المهمة للغاية التي سيطرت عليها من؟ سيطرت عليها طبعا القوات الروسية بشكل مباشر، وهذه قد تعتبر ضربة كبيرة. طبعا حتى وزارة الدفاع البريطانية تحدثت عن نفس الأمر في النقطة الأولى يوم أمس بأن هنالك تقدما ومكاسبا تحققت في مدينة باخموت من قبل أيضا القوات الأوكرانية. ويجب أن نتذكر من الذي سيطر على باخموت، هي لم تكن في حقيقة الأمر الجيش الروسي العادي أو قوات السبيتناز القوات الخاصة الروسية، لا أبدا، فإن قوات فاغنر التي يقودها يفغيني بريغوجين وهو مؤسس هذه المجموعة وقائدها والذي تمرد على السلطات في روسيا بشكل كبير. هنالك مشكلة خطيرة متأزمة لا زالت حتى يومنا هذا تتزايد الأنباء والاجتماعات والأخبار حولها. هو الذي طبعا انتصر في مدينة باخموت وتركوا هذه المدينة طبعا بكل تأكيد، والرجل يفغيني بريغوجين اليوم تناولت الأنباء عملية مغادرته منطقة روستوف بطائرته الخاصة ووصل إلى بيلاروس إلى العاصمة البيلاروسية ألا وهي مينسك، وتم تأكيد الرئيس وأكد الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو مسألة وصول طبعا يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، وطبعا هذا هو التسجيل الخاص لطائرته عبر الفلايت ريدار 24. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولاحظ هذه الأزمة كيف هي متأزمة، فلاديمير بوتين يوم أمس في ساعات متأخرة من ليلة يوم أمس كان قد تحدث بهذا الشكل بأن قوات فاغنر بعضها وقال بأنها قوات وطنية في حقيقة الأمر، لكن عليكم التوقيع مع وزارة الدفاع الروسية أو أن تذهبوا إلى بيلاروس. وبالتالي هو كان واضحا والمسألة لا زالت متأزمة مسألة فاغنر. وطبعا كان هنالك اجتماعا أمنيا رفيعا المستوى طبعا حضره العديد من الشخصيات الأمنية المهمة، وأهم شخصية هو الصامت جدا وزير الدفاع الروسي وهو سيرجي شويغو الذي ظهر بهذا الشكل ليس سعيدا، وجهه لا يبدو سعيدا، كذلك العديد ممن هم في هذا الاجتماع كانوا جديين للغاية، الأمر مشدود للغاية وهم منزعجين تماما مما جاء مع فاغنر. وهذا بالضبط الأمر الذي يستغله الأوكرانيين إن كانوا في هجماتهم على سوليدار أو إن كانت في هجماتهم المباشرة على مدينة باخموت، لأن فاغنر لم تعد موجودة في تلك المنطقة. وأيضا أن الروس يركزون على الداخل طبعا الروسي وما يجري من شرخ كبير بسبب فاغنر، حيث أن نائبة وزير الدفاع الأوكراني أكدت هذه المسألة وقالت بأننا قبل أن نبدأ الهجوم المضاد الأوكراني وضعنا في حساباتنا بأن هنالك صراعا بين فاغنر بين بريغوجين وبين السلطة الروسية أو وزارة الدفاع الروسية، إن كانت طبعا متمثلة بوزير الدفاع الروسي بنفسه شويغو أو حتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالتالي بدأوا بالهجوم. وقالت بأن الهجوم المضاد الأوكراني دخل في يومه الرابع في مدينة باخموت، بالتالي هنالك خطر كبير للغاية قادم على مدينة باخموت. سنرى كيف سيتعامل معه الأوكرانيين وكذلك الدفاعات الروسية كيف ستتعامل معها. ولكن الأمر ليس فقط في مدينة باخموت، فهنالك أيضا جبهة تتطور بشكل خطير وهي محور خيرسون، فإن القوات الأوكرانية لا زالت الإثباتات كبيرة عن أن القوات الأوكرانية عبرت نهر الدنيبر أو نهر دنيبرو وتستمر في عملية تكثيف تواجدها، وتلاحظ الزوارق السريعة الأوكرانية وهي تعبر نهر الدنيبر كما تلاحظون، وبأنهم يتقدمون بالعشرات يتسللون إلى هذه المنطقة
بهذا الشكل الذي ترونه. وأساسا جاءت المصادر لتتحدث، المصادر الروسية نتحدث هنا، أكدت بأن القوات الأوكرانية ثبتت نفسها بهذه المنطقة وعززت تواجدها. وهذه طبعا إذا ما دخلنا في تفاصيل ما يتحدث وتتحدث عنه الأوساط الروسية، فإن هذه هي خيرسون، هنا نهر دنيبرو، وكذلك هذه هي أولييشكي، ويجب أن نتجه مباشرة إلى جسر أنتونوفسكي، ولكي نلقي نظرة على طبيعة التقدم الذي جاء من قبل القوات الأوكرانية والتفاصيل الجديدة في هذه المنطقة تحديدا في جزيرة داتشي التي ترونها هنا. وبالتالي بالتوقف هنا، فالتفاصيل الروسية أكدت أن القوات الأوكرانية رفعت أعداد أو عددها بعد عمليات التسلل والتقدم التي قامت بها بالزوارق السريعة من 50 عنصرا إلى أكثر من 120 عنصرا، وأكدوا بأنه من الصعب للغاية على القوات الروسية إخراج هذه القوات الأوكرانية أو طردها مرة أخرى، وذلك بسبب أنهم يعتمدون على غطاء ناري كبير عندما تتقدم هذه القوات الأوكرانية، يوجهون ضربات عنيفة على مواقع القوات الروسية وهم يتسللون بهذا الشكل الذي ترونه. وبالتالي قالوا بأن الموقف أصبح صعبا، والأوكرانيين ثبتوا أقدامهم، ليست كما هو الحال في كل مرة. وعلى هذا الأساس هذا الأمر دفع القوات الروسية فعليا ليلة يوم أمس أن يوجهوا ضربات بالراجمات الصاروخية على الجهة المقابلة لنهر خيرسون، أو طبعا الجهة الغربية لهذا النهر أو نهر الدنيبرو، وضربوا مواقع القوات الأوكرانية بهذا الاتجاه لكي يمنعوها من عملية التقدم، وجعلوها كمنطقة محروقة تماما، بل إنهم قد نشروا لقطات عملية الضربات القادمة في هذه المنطقة من قبل طبعا الراجمات الصاروخية الروسية تجاه نقاط تواجد القوات الأوكرانية. لاحظ ضرب عنيف للغاية، عشرات الصواريخ تتجه تجاه القوات الأوكرانية، وببساطة إحدى الطائرات المسيرة الروسية صورت ما جرى في الجهة الأخرى، حرقوا المنطقة تماما من جسر أنتونوفسكي الذي ترونه هنا بكل تأكيد. وطبعا في نفس الوقت بدأت القوات الروسية باستغلال هذا الأمر واستغلال هذه الضربات لمحاصرة القوات الأوكرانية التي عبرت إلى قرية داتشي التي تحدثنا عنها، وبدأوا بمهاجمة القوات الأوكرانية قادمين من أولييشكي التي يبدو بأنهم انسحبوا إليها. وبالتالي نستطيع الآن الذهاب وإلقاء نظرة على طبيعة إحدى المدرعات الروسية وهي تتحرك باتجاه القوات الأوكرانية من هذه المنطقة طبعا التي نتحدث عنها أولييشكي. لنلقي نظرة الآن على هذه اللقطة، ستلاحظ بأن هذه العربة الروسية وهي تتحرك مع عدد من الجنود تحاول أن تجس نبض المنطقة وتتجه إلى تواجد القوات الأوكرانية، لكن الأوكرانيين وصلوا إلى هذه المنطقة وكان هنالك لغمًا ينتظر هذه العربة الروسية كما نلاحظ، والتي عبرت جسر نهر كونكا طبعا بكل تأكيد. وبالتالي يجب أن نلقي نظرة على هذا الأمر. هذه الطائرة المسيرة هي طائرة مسيرة يعتقد بأنها روسية هي التي صورت هذا الموقف، وأيضا كانت هنالك في نفس الوقت أيضا لقطات أخرى صورت لطبيعة النار المشتعلة هنا أيضا من طائرة مسيرة أخرى في نفس المنطقة، بحسب التفاصيل وما نشرته الأوساط الأوكرانية أو حتى ما نشر من بعض القنوات للأوساط الروسية. وأكدت بعض المصادر المهمة والمرموقة مثل OSINT Defender أكدت بأن العربات المحترقة أمامنا هي عربات روسية وكانت تحاول عبور نهر كونكا. وعلى هذا الأساس إذا ما اعتمدنا هذه المعلومات وحاولنا أن نقوم بعملية تحليل للصورة التي رأيناها، سنجد بأننا طبعا أمام طريق ذهاب وإياب، الجسر طبعا، الأشجار، النهر واضح بحسب هذه التفاصيل، وأيضا سترى طريقا مميزا بجانب هذا الطريق مع هذا الطريق الصغير الذي ترونه هنا، هو نوعا ما يعطينا فرصة لمعرفة طبيعة هذه المنطقة. وأيضا هنالك نوع من القمع الأول، الثاني، الثالث، ويبدو بأن هنالك واحدا رابعا هنا كما نلاحظ. وبالتالي نحن أمام عدد من العلامات التي قد تساعدنا من معرفة فعلا إن كانت هذه المنطقة هي نفسها أم لا. وأيضا اللقطة الأخرى التي لا تظهر منها الكثير من العلامات لكن فيها علامات مميزة طبعا، خاصة المبنى بالسقف الأزرق الذي نرونه، ومبنى طبعا الذي نراه طبعا هو مبنى لوحده، ليست هنالك مباني إلى اليمين أو إلى الشمال. تلاحظ بأنك أمام عمود كهرباء هنا، طريق ذهاب وإياب، وليست هنالك أي جزرة وسطية بهذا الاتجاه. وأيضا ترى طريقا فرعيا، وترى عمودا للكهرباء هنا وعمود مقابله بهذا الاتجاه. بالتالي نحن أمام عدد من العلامات التي لا بأس بها مع الأشجار في الخلف، ستعطينا فرصة في معرفة إن
كنا نتحدث عن نفس المنطقة فعلا وإن كانت هذه منطقة وجود القوات الروسية أم لا. وبالتالي هذا هو جسري أنتونوفسكي الذي تحدثنا عنه. إذا ما عدنا قليلا فالنهر الذي يتحدثون عنه هو هذا النهر، وهذا هو جسر بحسب الأوصاف التي جاءت. وبالتالي من المفترض أن تكون هذه المنطقة التي ظهرت فيها العربات الروسية. لنتجه إلى الشمال الآن لنتأكد من التفاصيل التي رأيناها. وبالتالي فعلا عندما تتوقف هنا ها أنت فجأة أمام نفس العلامات، طريق ذهابا وإيابا، الجسر، النهر، الأشجار طبعا، والمدخل الذي تحدثنا عنه ورأيناه، وهذا هو الفرع الداخلي أيضا أو الفرع الجانبي. وبالتالي تلاحظ أنت أيضا أمام قمع أول وثاني، وستلاحظ بأنك هنا هذا هو الثالث طبعا وهذا هو الرابع. وبالتالي الانفجار تقريبا جاء هنا، العبوة كانت حاضرة هنا لتفجر هذه العربة الروسية التي تأتي بهذا الاتجاه. وأيضا في نفس الوقت إذا ما بحثنا عن المبنى الذي يأتي لونه بالأزرق، سقفه أزرق طبعا، حاولنا أن نبتعد قليلا من هذه المنطقة لتمشيطها، ستلاحظ أن هذا المبنى يتواجد هنا بهذا الاتجاه. لنأخذ صورة أوضح إلى اليمين أقرب قليلا لكي نلاحظ العلامات التي لاحظناها. وبالتالي أنت ستلاحظ ها أنت أمام نفس المبنى ونفس العمود الكهرباء ذهابا وإيابا، لا جزر وسطية طبعا، هنالك أشجار كما لاحظ، لا مباني جانبية لهذا المبنى، وهذا هو الطريق الجانبي ببساطة، وأعمدة الكهرباء التي كانت واحدة تقابل الأخرى توضح لك أنك أمام المنطقة بنفسها بالضبط. وهذا يوضح أن فعلا القوات الروسية تحاول أن تتقدم على القوات الأوكرانية، ولكن لديها مشكلة في عملية التوجه في هذه المنطقة طبعا أو مواجهة القوات الأوكرانية. وبالتالي وعلى هذا الأساس يوضح أن القوات الروسية ببساطة تريد توجيه ضربات إلى الخطوط الخلفية إلى النهر قدر الإمكان، والقوات الأوكرانية الموجودة هنا ستكون ضعيفة بلا إمدادات حتى وإن تقدمت، وما فعلته وما حاولته طبعا في المستقبل، فإن أي هجوم مقابل مع الراجمات الصاروخية إن نجحت طبعا تستطيع أن تردم هذه القوات وأن تنهي القوات الأوكرانية الموجودة هنا. وبالتالي هو اختبار كبير للدفاعات الروسية، أيضا اختبار كبير لقدرات الأوكرانيين في الهجوم المضاد الأوكراني. في نفس الوقت أن نويل ريبورتس الأوكراني أكد بأن الهجوم الأوكراني الآن المضاد هو يتطور بشكل كبير على مستوى هذه المنطقة التي ترونها. لنبتعد قليلا، المنطقة تأتي طبعا من ضمن دانييتسك وكذلك زاباروجيا، وهذه المنطقة تحديدا فيها تطور وتقدم أوكراني بحسب المعلومات التي نشرت اليوم. أكدت أن الأوكرانيين بعد سيطرتهم على ريفنوبول التي ترونها هنا، فأنهم بدأوا بعملية التقدم تجاه ستارو مايورسكا ومكاريفكا بهذا الشكل، وأيضا أن هنالك أيضا تقدم اتجاه أورجينا التي تأتي هنا، ولا زالت القوات الروسية تسيطر عليها. وواضح جدا أن هنالك رغبة للإحاطة بستارو مايورسكا مرة أخرى من قبل القوات الأوكرانية طبعا، والذي سيدفع القوات الروسية ببساطة أن تنسحب وتحصن نفسها وتنسحب وتحصن نفسها وتضرب هذه المنطقة مرة أخرى. ولكن طبعا كل حصار تقوم به كما فعلت في ريفنوبول تستطيع إغلاق هذه المنطقة مرة أخرى وتراها بهذا الشكل. وأيضا القوات الأوكرانية ببساطة أن عملية تقدمها تأتي بحسب التفاصيل التي نشرت من نويل ريبورتس، أكدت بأن هنالك هجوما قويا من قبل ومن اتجاه نوفو داريفكا تجاه بريتونا هنا، وأيضا أن هنالك تقدما تجاه منطقة هنا صغيرة وهي ستيبوفا. وبالتالي هنالك ضغط كبير وتقدم بعدد من الاتجاهات من القوات الأوكرانية. ببساطة ممكن أن ترى الأمور تتحول بهذا الشكل، تقدم بطيء لكنه فعال، ولكنه في نفس الوقت مكلف، والخسائر ليست بالقليلة التي تتعرض طبعا لها القوات الأوكرانية بسبب هذا التقدم.